مع دخول الفصل الدراسي الجديد بيكون على أولياء الأمور عبء كبير في تجهيز احتياجات الفصل الدراسي. خدمة أتحبني بتقدم كل التجهيزات الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة. إعدادي، ثانوي، ابتدائي، كل الحاجات اللي الطلبة بيحتاجوها أهليهم بيلاقوها موجودة في خدمة أتحبني. الحاجات دي كلها مجاناً. السنة دي كمان عاملين دروس التقوية دي مجاناً لإعدادي وثانوي في كل المواد الدراسية. كلنا طبعاً بنمر بظروف صعبة خلال الفترة دي، محتاجين إن حد يكون معانا يمد إيده معانا إن إحنا يساعدنا نكمل حياتنا كويس، نعلم ولادنا كويس. خدمة أتحبني بتهتم بكل صغيرة وكبيرة، عشان كده كل حاجة هتحتاجوها هتلاقوها موجودة في خدمة أتحبني.